فتح تمرد ميليشيا فاغنر ودعوة زعيمها يفغيني بروغوجين لإنهاء حكم فلاديمير بوتين لروسيا الباب أمام جملة فرضيات في العالم والتي كشفت عن حقيقة هشاشة أنظمة دول توصف بالاستبدادية لطالما احتمت حكوماتها بتأسيس تشكيلات مسلحة منحت طابع الدموية والوحشية لترهيب الخصوم فضلاً عن زجها ضمن مناطق الصراع على النفوذ لتؤدي أعمالاً صنفت معظمها كجرائم حرب. فاغنر الميليشيا في روسيا تشاركها النهج والأيديولوجية نفسها ميليشيات الحشد في العراق والأسد في سوريا وقوات الباسيج في إيران. حقيقة مفادها أن الميليشيات لربما تصلح كمرتزقة داعمة لأنظمة سياسية حال توافقت المصالح وإن كانت مرفوضة شعبياً، إلا أن العواقب خطيرة لكون تلك المجاميع ومهما ادعت من ولاء للحكومات التي تتبناها ستبقى طبيعة سلوكها رهينة حجم ما يتدفق عليها من أموال وحصولها على ضمانات بعدم مساءلتها على انتهاكاتها، ليبقى خيار التمرد مفتوحاً وأمن الدول رهينة نزاعات لن تعود فيها الأوضاع لما كانت عليه كما حدث مع انقلاب فاغنر وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. في العراق والذي حرص رئيس الحكومة محمد السوداني على كيل المديح والإشادة بميليشيا الحشد والتي عدها صمام أمان للعملية السياسية وحليفته في البلاد أعلنت ما يطلق عليها بالهيئة التنسيقية للمقاومة والتي تضم عدداً من الميليشيات المنضوية ضمن حكومة الإطار التنسيقي منح السوداني الفرصة الأخيرة رداً على ما اعتبرته تماهيه مع أمريكا، مضيفة في بيان لها تزامن مع تمرد فاغنر بأن لصبرها حدود ولكل فعل رد فعل وقد أعذر من أنذر. تهديد ووعيد دفع بناشطين وصحفيين عراقيين لاستذكار أنشودة بثها موقع تابع لميليشيا ولائية تغنت فيه بميليشيا فاغنر واعتبرتها امتداداً لمحور الممانعة والمقاومة.